السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه جولة جديدة من جولاتنا اليومية في حديث الصحافة، والبداية مع صحيفة القدس العربية والتي نشرت مقالا لفيصل قاسم تحت عنوان الشعب السوري بين الموت حرقا أو جوعا أو غرقا. قال فيه: من حسنات النظام السوري أنه لم يكذب على الشعب عندما ثار، بل قدم له خيارات واضحة ومحددة. فقبل شهور شاهد الجميع الشعار الشهير الذي كتبه المؤيدون للنظام على الجدران في كل المناطق السورية: الأسد أو نحرق البلد. وقد كان النظام وفيا لهذا الشعار، فكلما ارتفعت حدة المطالبة الشعبية برحيل النظام كان يمعن في إحراق البلد وتدميره بطريقة لم نشهدها حتى أثناء الحرب العالمية الثانية. فقد تم إزالة مدن وقرى عن الخارطة، وتم تهجير أهلها بالملايين. وأضاف قاسم: الأسد أو نحرق البلد ما زال شعارا معمولا به، لكنه لم يعد الخيار الوحيد لتركيع الشعب السوري وإعادته إلى حظيرة الطاعة. فقد تفتق ذهن النظام وحلفائه الإيرانيين عن طريقة ناجعة أخرى لا تقل فتكا بالشعب السوري وإنهاكه وتركيعه وإعادته صاغرا إلى حضن النظام. إنه خيار التجويع والإفقار وجعل أبسط الحاجيات اليومية الأساسية حلما بعيد المنال لغالبية السوريين. فقد وصل سعر الطماطم مثلا إلى أكثر من 150 ليرة سورية، والبصل إلى سعر مشابه بعد أن كان بعشر ليرات. أما اللحم فيضيف الكاتب قائلا: فقد أصبح خارج قدرة غالبية السوريين، فثمن 3 كيلوغرامات من اللحم تساوي الراتب الشهري للكثير من الشعب السوري. البعض يربط ارتفاع الأسعار الجنوني في سوريا بارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، لكن المضحك أن غالبية السلع التي ربطوها بالدولار منتجة محليا. فهل يعقل مثلا أن تبيع البقدونس أو الخس أو الحلاوة السورية بالجنيه الاسترليني أو بالين الياباني؟ بالطبع لا، لكن الحكومة عملت على رفع أسعارها لتركيع الشعب وجعله يحن إلى أيام الطغيان الخوالي عندما كان يشتريها بأسعار أقل بكثير، وكأنها تقول له: يجب عليك أيها الشعب أن تكفر بثورتك المزعومة وتعود إلى الزريب في الطاعة كي تحصل على قوتك وأنت خرسان. وبالإضافة إلى سياسة إحراق البلد وتجويع الشعب، هناك خيار ثالث أمام السوريين الآن، يقول الكاتب: إما أن تقبلوا بالنظام أو تهربوا من البلد على متن قوارب الموت إلى سواحل أوروبا لتأكلكم الأسماك والحيتان. وقد شاهدنا، يقول الكاتب، كيف غرق العديد من السوريين في البحار في الأيام الماضية وهم يبحثون عن مكان يؤويهم ويغنيهم من جوع. وختم الكاتب بالقول: تلك هي سياسة النظام السوري مع الشعب، لأنه حاول أن يستعيد بعضا من حريته وكرامته المهدورة منذ عقود. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى صحيفة إيلاف، والتي كتبت مقالا تحت عنوان شاب سوري يطور تطبيقا يحذر المواطنين من هجمات الأسد الوشيكة، قالت فيه: نجح مهندس برمجيات من أصل سوري يبلغ من العمر 27 عاما في تطوير تطبيق يخبر المواطنين في سوريا إن كانوا على وشك التعرض لهجوم صاروخي أم لا. وأشار هذا المهندس، والذي يدعى دلشاد عثمان، إلى أن التطبيق يتقفى أثر صاروخ سكود عندما يتم إطلاقه، وباستخدام صيغة تنطوي على بيانات خاصة بالمسار والسرعة يكون بوسع التطبيق تحديد المكان الذي يحتمل أن يصله الصاروخ في نهاية المطاف. وبعدها ترسل تحذيرات إلى الأشخاص الذين سبق لهم أن قاموا بتحميل التطبيق، ويطلب منهم أن يحتاطوا ويبحثوا عن أماكن يمكنهم أن يختبئوا بداخلها لحماية أنفسهم. وتحدث عثمان عن ذلك التطبيق المبتكر
خلال مؤتمر نظمته العملاقة الأمريكية جوجل في نيويورك قبل أيام، مبينا أن الرسائل بريدية يتم إرسالها بعد ذلك إلى موقع أيمتا الذي يتتبع موقع الصاروخ والمكان الذي يحتمل أن يستقر به. وأوضح عثمان بأنه يعتقد أن موقعه الإلكتروني هذا هو الوحيد من نوعه في سوريا، وكلمة أيمتا هي المنطوق باللغة الإنجليزية للكلمة العربية متى، ويتم تجميع المعلومات من جانب 7 أشخاص معنيين بعمليات الرصد يتواجدون في التلال الواقعة خارج دمشق، وكل هؤلاء الأشخاص متطوعون. وبحسب ما ذكره عثمان فإن كل صاروخ يحتاج ما بين 8 إلى 12 دقيقة كي يصل إلى أي هدف بالشمال. وتقول الدايلي مايل إن عثمان لاذ بالفرار من سوريا عام 2011 بعدما شعر أن هناك نية لقتله، وكان يخدم في ذلك الوقت في الجيش السوري، وهو يعيش الآن في واشنطن ويأمل أن يقوم بتعميم ذلك التطبيق في بلدان أخرى للمساهمة في إنقاذ الأرواح هناك. أعزائي المشاهدين، صحيفة الواشنطن بوست كتبت مقالا تحت عنوان أوباما يفشل في الشرق الأوسط ومصالح الولايات المتحدة ما زالت هناك. قالت فيه: كل مواطن أمريكي يجب أن يكون واعيا للتقارير الأخيرة في عناوين الصحف والتي تصف تنازل إدارة أوباما عن دور القيادة في الشرق الأوسط وتبعاتها الخطيرة على الأمن القومي ومصالح الولايات المتحدة. ولا أحد يستطيع عرض هذا الفشل أكثر من إدارة الجيش السوري الحر وقوات المعارضة المعتدلة في سوريا. فالرئيس أوباما قال بأن سياسته في سوريا هي تقليل قوة الأسد العسكري على الأرض وزيادة قوة المعارضة المعتدلة عبر زيادة زخمها في أرض المعركة، مما يؤدي إلى مفاوضات تنهي الصراع القائم برحيل بشار الأسد عن السلطة. وتضيف الصحيفة بأننا لم نرى أن هذه الخطة قد تم تنفيذها أو حتى تكريمها، ففي الواقع نرى أن قوات الأسد تستمر بإرهاب الشعب السوري، وذلك بتدفق القوات العسكرية من حزب الله وإيران. وفي الوقت الحالي فإن روسيا تساعد في نزع سلاح الأسد بينما تزوده بأسلحة نوعية تستخدم لقتل المدنيين السوريين بعشرات الآلاف. ومن الواضح، تقول الصحيفة، بأن الصراع في سوريا قد انتشر إلى الدول المجاورة مهددة المصالح الأمريكية وحلفائها المقربين، وبالتالي فإن الأمل قد انتهى في هذا الصراع عبر محادثات جنيف في الشهر المقبل التي قد يكون لها فرصة ضعيفة أو لا فرصة إطلاقا للنجاح. وختمت الصحيفة بالقول إن الولايات المتحدة تمر بأسوأ فشل في سياستها، كما أنه تفقد أهليتها في الشرق الأوسط، فالأحداث في المنطقة تتجه نحو منحى محفوف بالمخاطر، ولا يوجد هنالك أي سبب للشعور بالثقة بأن إدارة أوباما لديها استراتيجية لحماية مصالحها وقيمها في أهم جزء من العالم. بالانتقال إلى صحيفة العرب اللندنية والتي عنونت تأجيل جنيف 2 لحسم وضع الأسد وطمأنة المعارضة، قالت فيه نقلا عن مصادر مطلعة بأن المعارضة السورية طالبت السفير الأمريكي روبرت فورد بتأجيل مؤتمر جنيف 2 إلى بداية السنة الجديدة، وذلك من أجل توفير ضمانات أفضل لنجاحه. يأتي هذا في ظل مؤشرات كثيرة تدل على أن عقد المؤتمر لن يحقق انفراجة في الأزمة السورية في ظل تمسك كل طرف بموقفه. وأكدت مصادر مقربة من المعارضة السورية التي تدير حوارات ماراثونية للخروج بموقف موحد من جنيف 2 أن غالبية المجموعات المعارضة غير متحمسة لحضوره، كما أن هناك تلويحا بالانسحاب من عضوية الائتلاف إذا تمسك بحضور المؤتمر
دون ضمانات مسبقة، وخاصة بما يتعلق برحيل الأسد. وكشفت المصادر ذاتها للعرب لصحيفة العرب أن السفير الأمريكي وجد صعوبة في إقناع محاوريه من المعارضة بضرورة حضور المؤتمر في ظل غياب غموض الموقف الأمريكي نفسه، حيث يطلق وزير الخارجية جون كيري تصريحات متناقضة ويفهم منها الموقف ونقيضه. وذكرت بأن الضغوط التي مارستها بعض الدول مثل قطر وتركيا على بعض المجموعات المقربة منها لم تفضي إلى قبولها حضور المؤتمر، لافتة إلى أن السعودية التي هي الأقدر على فعل ذلك ليست متحمسة للمؤتمر بسبب تداعيات الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة حول قرار مجلس الأمن الأخير، وما تعتبره تنصلا من واشنطن من تعهداتها في دعم الثورة السورية. وتضيف الصحيفة: تشهد المعارضة السورية منذ إعلان أمريكا وروسيا عن اتفاق بشأن عقد مؤتمر جنيف 2 حالة انقسام بين متردد في حسم مشاركته ورافض لذلك بسبب غموض أجندة المؤتمر والأطراف التي ستحضره. لكن ما يثير غضب المعارضة هو استدعاء نظام الأسد لحضور مؤتمر جنيف 2 وكأن شيئا لم يكن، ما يعني أن المؤتمر سيكون بوابة تشرع لعودة النظام إلى المجتمع الدولي في إطار صفقات وتسويات إقليمية ودولية على رأسها التقارب الأمريكي الإيراني. أعزائي المشاهدين، وبالانتقال إلى الصحف التركية، فقد نشرت صحيفة يين الشفق التركية مقالا عن مؤتمر جنيف تحت عنوان فيلتمان: فشل عقد جنيف 2 يعني ترشح الأسد للرئاسة. المجلس العسكري الحر يرفض جنيف 2 بصيغته الحالية، والإبراهيمي يلتقي أوغلو بأنقرة. حذر رئيس الدائرة السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان من مغبة فشل عقد مؤتمر جنيف 2 للسلام في سوريا، وأنه يقدم فرصة لبشار الأسد للترشح لانتخابات رئاسية جديدة، إلا أن دعوة فيلتمان رد عليها المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر بأن المؤتمر يفتقد الرؤية الواضحة وخارطة الطريق، مفضلا إجراء مفاوضات غير مباشرة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة قبل التوجه إلى جنيف. واعتبر فيلتمان في حديث للصحيفة الحياة اللندنية بأن جنيف 2 يجب أن يؤسس لهيئة حاكمة انتقالية تملك صلاحيات كاملة على الجيش والقوى الأمنية، وشدد على ضرورة أن يعي المشاركون في المؤتمر أن الغاية منه هي إطلاق عملية سياسية بقيادة سوريا ليس لإدارة الوضع القائم بل للوصول إلى سوريا الجديدة. وأشار فيلتمان إلى أن مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب النظام تزيد التوتر الطائفي في سوريا والمنطقة، وهي انتهاك لسياسة الحكومة اللبنانية في النأي بالنفس. ومن جانبه رفض المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر الجلوس إلى طاولة التفاوض مع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين. وفي بيان له: لم يمانع في ذهاب مؤتمر جنيف 2 إلى الجحيم في حال لم يأخذ المجتمع الدولي موقفا حاسما يرقى إلى تضحيات ومعاناة الشعب السوري. واعتبر الجيش الحر أن صيغة جنيف 2 تفتقر إلى كل ما يوحي بإمكانية التوصل إلى نتيجة ملموسة، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني ومحدد لكل مراحل التفاوض مع إدراج بنود ملزمة للطرفين للتطبيق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد على عدم السماح بتقسيم سوريا. هذا وأكد الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني الانتقالي الأسبق في لقاء مع إحدى القنوات بأن مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف 2 لا بد أن تعتمد على وضوح المكاسب والرؤية، معتبرا أن مشاركة المعارضة دون ذلك تعد مغامرة. وفي إطار جنيف أيضا اجتمع مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة في إطار جولة في المنطقة لإجراء اتصالات بشأن مؤتمر جنيف للسلام.
وبحث الإبراهيمي الذي ينتظر أن يجري جولة تشمل عدة دول في المنطقة مع أوغلو فرص عقد مؤتمر جنيف 2 داعيا تركيا لأن تلعب دورا إيجابيا لحث الأطراف السوريين على إنهاء الأزمة بشكل سياسي. ونبقى مع صحيفة يني شفق التركية والتي أوردت أيضا خبرا عن الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية التركية مع وفد من الائتلاف الوطني السوري جاء فيه. استقبل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مساء اليوم الجمعة وفدا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في العاصمة التركية أنقرة. وعقد اللقاء بين الوزير التركي والوفد على نحو مغلق بعيدا عن الصحافة والإعلام، وتناولوا فيه آخر مستجدات الأزمة السورية الراهنة فضلا عن مؤتمر جنيف 2 للسلام. وقدم الوزير التركي للوفد معلومات عن عناصر البيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا والذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن في 22 من الشهر الجاري، ونقل لهم توافق الدول التي شاركت في الاجتماع المذكور حول مبادئ وطرائق وأهداف مؤتمر جنيف 2. ومن جانبهم ذكر أعضاء الوفد الذي التقى الوزير التركي أن البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع لندن منحهم قوة واصفين إياه بالإيجابي للغاية، ويتفق مع آراء الائتلاف معربين عن شكرهم للحكومة التركية على الجهود التي بذلتها حتى يخرج البيان بهذا الشكل، فضلا عما تقدمه لدعم الشعب السوري منذ بداية الأزمة. وأكدوا بأن نجاح مؤتمر جنيف 2 مرهون بمدى اتفاقهم مع المعايير التي شملها البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع أصدقاء سوريا في لندن، لافتين إلى أن الموقف الثابت لتركيا وجامعة الدول العربية من في هذا الشأن سيحمل أهمية خاصة بالنسبة لمشاركتهم في المؤتمر المذكور. وذكر الوفد أن مشاركة الائتلاف في المؤتمر ستتضح خلال الأيام المقبلة بعد أن يقوم الائتلاف بتقييم موضوع المشاركة بشكل شامل. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم في حديث الصحافة، إلى أن نلقاكم في جولة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.